الذهب يعتبر من الملاذات الأكثر أماناً للاستثمار، وينظر إليه كمخزن آمن للقيمة، خاصة في أوقات عدم اليقين والاضطرابات الاقتصادية، حيث يسود الخوف بشأن مستقبلنا المالي. إليك 4 عوامل تجعل الذهب ملاذاً آمناً للاستثمار. أولاً، الاستقرار على المدى الطويل. تاريخياً، حافظ الذهب على قيمته على مر الزمان، وهو ما يجعله استثماراً جذاباً في أوقات التضخم أو عدم الاستقرار الاقتصادي. ثانياً، السيولة، فالذهب سهل التحويل إلى نقود في جميع أنحاء العالم. ثالثاً، التنوع، يعتبر الذهب أداة للتنوع في المحافظ الاستثمارية، حيث يمكن أن يقلل من المخاطر بتوزيع الاستثمارات عبر مختلف الأصول. وأخيراً، الطلب العالمي، يستعمل الذهب على نطاق واسع في مختلف القطاعات الصناعية، ويحظى بطلب كبير كمادة خام لصناعة المجوهرات، مساهماً في تعزيز قيمته كوسيلة للحفاظ على الثروات في ظل ندرة المعروض منه. وأنت، هل تلجأ للاستثمار بالذهب في أوقات الأزمات؟ وللمزيد، تابعونا على Financial Freedom Food.